بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا دلوقتي بنعمل فاينل ريفيجن على منهج الصف الرابع الابتدائي تايم فور انجليش، الفصل الدراسي الأول. رجعنا قبل كده الكلمات، معظم الكلمات بتاعت منهج الصف الرابع الابتدائي ومعانيها، ورجعنا الجرامر اللي هو خاص بالصف الرابع، والفيديو اللي فات كانت اخر حاجه شرحناها الفونكس. النهارده هنشرح بقى ايه، هناخد فاينل ريفيجن ونمسك سؤال سؤال وطريقه حل السؤال. عندي السؤال الاول هو عباره عن اربع ازواج من الكلمات، زي مثلا ديت 1 اهي كلمتين، 2 كلمتين، 3 كلمتين، 4 كلمتين، وهكذا بجيب لكم زي كده بس. طيب، على الطالب ان يستمع الى كل كلمه بتركيز ووعي شديد. هو السؤال ده بيبقى ليسننج، استماع، يعني المدرس هيدخل او المستر هيقول الكلمات وانت تحط دايره على الشورت باول، ووعي شديد، ثم يضع دائره حول الكلمه التي بها صوت متحرك قصير، صوت متحرك قصير وليس متحرك طويل. السؤال يبقى listen and circle the word with the short vowel. استمع وضع دائرة حول الكلمة التي بها متحرك قصير، short vowel. Number one. John. بس. فين القصير؟ ألاقي كلمة بس قصير، إنما جون طويلة. بص ألاقي فيها اتنين متحركين، أدي اليو وأدي الإي، بيد وبي. أبص ألاقي بي ديت فيها اتنين متحركين، لا بيد هي اللي القصيرة، شورت باول، أحط دايرة. عندي ران وترين، أخد ران. ليه؟ ران حرف متحرك واحد، ترين فيها اتنين متحركين. بوت بوكس، اخد بوكس متحرك واحد وشورت باول متحرك قصير. عندي نايت وديج، هتقول لي انت هنا في متحرك واحد وهنا متحرك واحد، بس القصير هنا هو ديج، هنا متحرك واحد بس في بعديه جي اتش سايلنت، واخدين موارب النطق اللي ايه نايت نايت، فطولت حرف الاود. عفوا. كايت وبيج، يبقى بيج لانها حرف متحرك واحد، هنا في اتنين متحركين. تيون ودك، تيون ودك، اخد دك، لان دك اجي ابص لها ابص الاقي حرف متحرك واحد اللي هو اليو، انما تيون اليو لي. بيتش تن، يبقى تن زي ما قلنا متحرك واحد. بين بايك، بين متحرك واحد. فيت اند فيت، يبقى فيت متحرك واحد قصير. كيك كات، كات. جلو وجم، جم. سؤال سهل يعني ما فيش صعوبة. ريد ريد، يبقى ريد، ريد اللي هي احمر، ريد يقرأ. من ميت، اخد من اللي هي رجال، الجمع بتاع من، ميت اللي هي لحم. كيك كا، اخد كار متحرك واحد. ايت بيد، اخد بيد. عندي فاين وثين، اخد ثين متحرك واحد، هنا في اتنين، فاين بخيرة او جميل، ثين اللي هي رفيع. هوم وموب، موب، موب اللي هي الممسحة، هوم بيت. عندي دريس وشي، اخد ايه؟ اخد دريس متحرك واحد، انما شي هنا ده طويل يعني جاي في اخر الكلمة متطرف، شي جاي في طرف الكلمة في الآخر، شي ده اللي هنا طويل. هوت وكوت،
اخد ايه؟ اخد هوت متحرك واحد، هوت حار، وكوت اللي هو بالتو. نخلي بالنا نتابع، عندي ران ورين، اخد ايه؟ اخد ران قصير متحرك واحد، رين وانت، انت متحرك واحد، عندي بايك وبيج، بيج متحرك واحد، دوج وبوت، دوج متحرك واحد، دوج كلب، بوت مركب او قارب، وبيج هنا كبير، رين هنا مطر او تمطر. طيب عندي ران يجري، وتيون نغمة، اخد ايه؟ اخد ران قصيرة شورت باول، عندي تي وريد، اخد ريد، تي اللي هو الشاي، تي اللي هو الشاي، وريد احمر، ليج وتشيز، فين القصير؟ ليج، انما تشيز فيها كذا متحرك، تشيز جبنة، ليج ساق، عندي تيوب وكب، كب، كب فنجان، تيوب نغمة، عندي كوت وسك، اخد سك متحرك واحد، كوت بالتو، سك جورب اللي هو الشراب، عندي بعد كده بايك وتشن، بايك عجلة، وتشن اللي هي الذقن اللي هي الدقن يعني، اخد ايه؟ اخد تشن، بايك عجلة، عندي بي وعندي بن، بي وبن، اخد بن حرف متحرك واحد، بي نحلة، بن قلم، عندي نايت وست، لا اخد ست متحرك واحد، انما نايت طويلة، نايت اللي هو الليل فيها جي اتش سايلنت، عندي نيم اسم، وعندي مان رجل، اخد مان متحرك واحد، عندي يوز ونط، يوز يستخدم او يستعمل، ونط اللي هو البندق زي الفول السوداني وكده. طيب بيت حيوان أليف، وني ركبة، فين القصير؟ بيت متحرك واحد. طيب فايند وبين، فايند بين، القصير فيهم ايه؟ بين، انما فايند شايف الله السامحة لا واخدة نطقها خالص، فايند واضحة، انما هنا بين نطقت بسرعة. طيب عندي تيوب وجم، ابص الاقي جم متحرك واحد واتنطط برضو سريعة شورت، تيوب طويلة، تيوب انبوبة، بيت وثري، بيت حرف واحد، ثري فيها دبل اي طويلة، جام ومي، ابص الاقي جام مربى، انما مي شهر مايو طويلة، شوب وجوت، الاقي شوب قصيرة وجوت طويلة. طيب ده السؤال الاولاني بيجي بالطريقة ديت، نشوف بقى السؤال التاني، بيقول لي listen and complete with one word، استمع واكمل بكلمة، استمع واكمل بيه بكلمة. السؤال دوت المستر هيدخل يقرا السؤال، في كلمه ناقصه هو هيقولها انت بتكتبها هنا، مثلا وير از، هو انا بيعمل سؤال وتحت منه الاجابه، في كلمه ناقصه هنا هو هيقولها في سياق السؤال، وهنا كلمه برضه هيقولها في سياق الاجابه. هنا مثلا وير از بين، يبقى ايه كلمه ادي وير از ناس بين، اروح انا كاتب بين، اهي اين القلم، it is next to، فاكرين next to يعني ايه؟ بجوار، next to the bread، انه بجوار الخبز، اكتب next ن اهي ني next x t next، وادي تو اللي هي بجوار. اوكي طيب does he want، does طبعا does جات لي في الاول يبقى معناها هل، هل هو يريد، مثلا جات لك مثلا بوك، ا بوك، ا بوك، هل هو يريد كتاب؟
طيب what about what about Sunday، وماذا عن يوم الأحد؟ about ايه ادي الايه باو بي خفيف باو او مالها الاو مضمومة باليو باوت ايه what about Sunday وماذا عن يوم الأحد. My father is a عايز يقول لك teacher والدي يكون معلم أو مدرس تي تي اي اي تيتش ال اتنين تشا السي اتش تيتشر اي ار والدي يكون معلم، يبقى دي اللي كانت ناقصة بكتبها. أكترية الكلمات اللي بتنتهي بار بيبقى فيه قبلها اي، الأغلبية بيبقى قبلها اي حتى لو مش واضحة في النطق، زي ماذر فازر سيستر براذر وهكذا. بعد كده بيقول لك سوري اسف اي ام بيزي 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 اللي هي مشغول بي، اكتب ايه بعد البي هنا يو، ونخلي بالنا بقى من الكلمات ديت عشان مش باينه قوي قد كده في النطق. بيز اس بين متحركين بيزي بيزي معناها مشغول. واحد يقول لي طب ما الاس قبلها متحرك وبعدها ساكن، اقول لك اه شكلا ايوه، لكن الواي هنا واخد نطق المتحرك لانه منطوق زي الاي في الاخر. اي ام بيزي انا مشغول. طيب هي اقول هنا وونت ولا وونتس، اجاكت اللي قلناها في البريزنت سيمبل المضارع البسيط ما عيبش ويت، بحط للفعل ايه اس، يبقى هنا لازم اقول وونتس. اول حرف في وونتس ايه اللي اتنطق و الدبليو، ادي الدبليو وان ايه وان ان ايه وانت تي وانتس اس المضارع البسيط اللي بتيجي مع هيفش ويت. اوكي بعد كده وي جو تو ذا، خليها ايه زو مثلا او سكول زي ما يقول سكول زو حديقة الحيوان زو اولها زد، بخلي بالي في الكلمة زد دبل او وي جو تو ذا زو، نحن نذهب الى حديقة الحيوان. شي ذكر شي رايد ذكر رايد، حد فاكر رايد يعني ايه؟ رايد يركب، هي تركب السيارة. شي رايدز ار اي راي لا واخدة نطقها رايد في اي ودي اس المضارع البسيط. شي رايد ذا كار، هي تركب السيارة. وي دونت الفعل هنا منفي، حطيت لك النفي بس، وهنا بقول لي باستا باستا اللي هي مكرونة. وي دونت لايك باستا، نحن لا نحب المكرونة، في ناس ما بتحبش لايك خايفين مثلا ألا يتخنوا يعني عشان النشويات. وي دونت لايك باستا، نحن لا نحب المكرونة. طيب اي كانت فايند الفعل هنا منفي ولا مثبت؟ الفعل هنا منفي، انا لا استطيع ان اجد. اي كانت فايند ماي مثلا براذر مش لاقي اخويا. اي كانت فايند ماي براذر، رحت انت واخوك تشتري حاجه اخوك الصغير تاه من ايدك مش لاقيه لا قدر الله. براذر بي ار بعد الار ايه بقى فاكرينها ايه ولا او؟ هنا حرف او زي ماذر برا. طب براز زي ايه اللي اتنته زي التي اتش براذر، اخر حاجه باين عندك ار في قبلها اي نحطها ادي براذر. انا لا استطيع ان اجد اخي، اي كانت فايند ماي براذر. اوكي طيب اي ام ا دكتور، اي ام ايه ا دكتور، لما تكبر كده ان شاء الله تبقى طبيب. حد بيقول لك انت شغال ايه؟ اي ام ا دكتور ا دوك دي دو دوك انا احط كي ولا سي؟ لا سي دكتور تي تو او دكتور انا طبيب انا طبيب خلاص. طيب اي وونت ا وونت يعني ايه قلنا؟ يريد، انا اريد. اي وونت ا بوك او خليها نوت بوك، نوت بوك اللي هي كراسة نوت، لو سبتها كده بس اسمها نوت، نوت ناقصة ايه في الاخر ايه نوت
عشان طولنا لون. بوك بي دبل او كي، يبقى انا عايز كراسه. اوكي طيب بعد كده this bag is، هذه الحقيبه بتكون هيفي. هيفي فاكرين هيفي؟ هيفي يعني ثقيل، هيفي يعني ثقيل. اتش اي اي في، اللي يجي في الاخر يتنطق زي الاي حرف الواي، لان الاي لو جت مره واحده في الاخر مش هتتنطق. هيفي ثقيل. زي نوت تو سكول باي باس، هم ايه الى المدرسه باي باس، هم يذهبون. زي جو سبيل جو، جي او جي او، هم يذهبون المدرسه باي باس بالاتوبيس. اخر واحده عندي هي، في سبيس هنا فراغ، ان ذا مورنينج، هو ايه في الصباح؟ يستيقظ. جيتس اب، اقول جيت ولا جيتس هنا مع هي وشي وهيت ياخدوا فعل ابو اس في المضارع، يبقى هي جيتس. جيت اهي جيت، واس المضارع البسيط اهي. اب الحرف ده بتنطق اب، يو بي يو بي. وبكده انهينا السؤال الاول والتاني اللي بيجي لك في الايه في الامتحانات. في الفيديو التالي ان شاء الله هنشوف بقى السؤال الثالث والرابع هيتكلموا عن ايه، ونذاكر اول باول عشان يبقى مستوانا كويس. ونتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله، وتسعدوا اولياء اموركم باذن الله، لانكم زهرة المستقبل. ولا تنسوا في نهاية الفيديو أن تضعوا لايك وسبسكرايب الاشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يأتيكم كل جديد إن شاء الله، والفائدة تعم على الجميع. كان معكم مستر عبد المنعم عبد المجيد. جود باي.